ولكن هادو يستهلكون ما قدم لهم. يعني جا المكتب ديال الدراسات قالوا له الله يسخر، كأنه يعني قرآن منزل. لا يا أخي، راه كان واحد الوقيته الناس داخل المجلس اللي رفضوا دوك الدراسات ولم يؤخذ بملاحظاتهم، ومن بينهم السي يونس وبالقاس. كان في ملاحظات النائب ديك اللحظه اللي كان مكلف بالاشغال، هو كان مستشار عادي، ورفع الملاحظات ديالي للنائب، قال له ودي راه هناك ملاحظات في الدراسات، راه كارثي هذا الشيء، ولم يؤخذ بدوك بدوك الملاحظات. واليوم كيدافع، واليوم كيدافع، الله يرضي عليك. هذا اش بغيت نوصل؟ يعني كون تشونج دو كاسكيت، حتى الشخصيه، لا، ملي كنحيد لا كاسكيت ولا كنبدلها خصني نبقى انا سعيد الايمان، ما نغيرش الموقع ديالي، ما الموقف ديالي، نغير الموقع وما نغيرش الموقف. وهذا الشيء اللي طرى النائب سميتو. والنقطة اللي بغيت نزيد نشير ليها في هذا في نفس السياق، إلا ما مشاتش ليا. المهم هو قلنا قضيت 22 كيلومتر، قضيت نفس الشكل، نفس الديكور في جميع الشوارع ديال المدينه. باش جريتي ليا، باش بعدتيني على الفكره ديالي وقلتيها ليا، وقلت لك بان لو كان المجلس عنده هذه النيه والله ساحترمه، ولكن بشرط يعطيني منتوج زوين ويعاودو حتى 100 مره، ما يعطينيش حاجه عيانه ويعاودها 100 مره. ايه النقطه اللي بغيت نقول لك، باش نقول باش تعرف هادشي، بحال كنهضروا على شي مسائل نبسطو، من تما كنهضروا بحال شي عائله ولا شي حومه. المجلس كيتعامل معنا بحال شي حومه، يستمع الينا كمجتمع مدني ويأخذ بملاحظاتنا وكيدير بها اللي بغى ولا يعلن. انا اعطيك الدليل اللي تيفهموا غادي يدوزوا الصفقات اللي سي بي اس، اللي كاي دو بريسكريبسيون سبيسيو ديال لا ترونش الاولى والثانيه، ويقارنوهم مع الثالثه والرابعه، غادي يلقاو بان هناك اخطاء تم تداركها بين هذه الصفقه وهذه الصفقه. علاش؟ من الملاحظات اللي كنا درنا لهم، ولو كانت عندهم قوه. واش هذه الملاحظه درتها في داخل المجلس؟ لا الملاحظات ديال يعني كمتابع، كانت ملاحظه تزعج وكانت صحيحه، فهمتي؟ وليو باش هذا كيقول لك ودي شكرا على ملاحظاتك، تياخذها وكيبدلها تحت الدف ويخرج فيك عينيه. رجع لي سي بي اس وغتلقى المسائل كثيره اللي هي تغيرات، مالوروزمون ما مشوش حتى انهم يحيدوا الحجر، رغم انهم كانوا كيعترفوا داخليا بان الحجر كان خطا، وبان كانوا يديروا داك ستريت بلانت احسن منه، تدار في المدن كثيره وارخص واسرع، ولكن ما وصلتش عندهم الجراه القمه باش يتراجعوا حتى على الحجر. وكان عندهم هذه الامكانيه، كان بامكانهم يتراجعوا على الحجر ولا حوايج اخرين، ولكن ما كانش عندهم. تيبقى انهم متورطين في الدراسات، في مكتب دراسات. غادي نحكي واحد القصه باش نخليك تدوز لعند السي عمر. نهار المجلس اقترح انه يدير 22 كيلومتر، المكتب دراسات واحد 125 مليار، 125 مليون، اسمح لي 125 مليون. كان اقتراح ديالي انا كمهندس في الميدان الحر، كنعرف شنو هي قيمه صفقه ديال الدراسات. قلت لهم اودي علاش تعطيو لمكتب واحد صفقه ديال 150؟ ديروا السياسه، قسموا على ثلاثه. لا لا، ايه ديروا ثلاثه، 22 كيلومتر غتجي 7 كيلومتر 8 كيلومتر، غيكون تنافسيه حتى في الله. اشنو غنربحوا في المنتوج؟ راه هي هذيك، اشنو غنربحوا؟ غنربحوا التنافسيه في المنتوج، الجوده، غنربحوا سياسيا، لان حنا كنا كنديروا السياسه، كانت السياسه هي اللي كتمشينا. المكاتب الدراسات الثلاثه اللي غيربحوا غيذكرونا بالخير، غيقول لك اودي هذه العداله والتنميه اللي كتسير كيفكروا في الخير ديال الخواص، واللي باش يديروا صفقه داروا ثلاثه وخدموا الناس، روجوا، علاش نعطي لواحد يحتكر؟ قلنا تطلع الجوده بالمنافسه. مساله اخرى، هو ملي يكون عندك مشكل مع مكتب واحد، عندك جوج صحاح كما تنقولوا بالعربيه، غيتبور بالك، تبور بالك واحد المكتب تتعتقب جوج، تبور بالك جوج تتعتقب واحد، بحال شكل بيرو دو كونترول مثلا. مزيان، المهم عندك لو بلان بي، عندك حتى لو بلان سي. دابا ملي كتبوربا مع هذا الواحد هذا، راه فعلا راه لعب عليهم العشره، لان كانت عنده مده ديال اعداد دراسه شي 6 شهور ولا 8 شهور، راه مشى حتى هو جبد شي 18 شهر، راه جبد حتى هو. اللحظه فاش وحلوا بان ما لقاوش ما حل، قالوا له ودي ارى العار، داك الشيء اللي وجدتي لونسيو. واش هادشي هو الحقيقه؟ اللي عنده العكسي، اللي عنده العكسي يقولوا. راه ما شوف، جينا باش نقولوا الصراحه. شوف سي سعيد، جيت باش نقول الصراحه، الناس اللي كيهمهم الامر الا قالوا كذبت، نخرج لهم الحقيقه، نتواجه معاهم. شوف، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريما تيفي.